من خلال مشاركتنا في هذا المنتدى حبينا نظهر تطور شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة في كل الجوانب، سواء الأمنية منها أو الخدماتية. فطرحنا بعض الأنظمة الخاصة بالأمن، مثل أنظمة المنافذ الذكية، أنظمة البصمات الحيوية منها بصمة العين والوجه والإيد. طبعا في مشاركة كذلك في قطاع الخدمات المقدمة للجمهور من خلال الخدمات الذكية. مركز الابتكار في وزارة الداخلية قدم بعض الابتكارات الجميلة اللي ابتكرها منتسبي الوزارة. نتكلم عن دوريات الفارهة وشو دور دوريات الفارهة وشو مهامها. مهام دوريات الفارهة الحفظ الأمان ورد على جميع استفسارات السياح في الأماكن السياحية. الهدف من مشروع المنافذ الذكية هو تسهيل إجراءات المسافرين في مطارات الدولة، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 5 ملايين مسافر، وبلغت نسبة استخدام المسافرين في المطارات أكثر من 70% مقابل 30% بالنسبة للكاونترات. في عام 2016 عدد المستخدمين للبوابات الذكية أكثر من 3 ملايين مستخدم، حيث أن مدة استخدام البوابة لا تتجاوز 10 ثواني مقابل تقريبا 40 ثانية للكاونتر، مما يشكل يعني نقلة نوعية للجوازات في مطارات الدولة. اليوم المؤتمر هذا ينعقد باستضافة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة لإطلاق المشاريع اللي بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاريع 7 في مختلف مجالات الإجرام. طبعا الجلسات الحوارية راح تناقش تطبيق هذه المشاريع وآراء الدول وكذلك الاستفادة من التجارب المختلفة. اليوم تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة فريدة في تطبيق الأمن، وهذه محل يعني استفادة كذلك من الدول المشاركة في هذا المنتدى. المنتدى هذا يعقد لأول مرة بالتعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الانتربول ومؤسسة الانتربول من أجل عالم أكثر أماناً. ملفات هامة من خلال جلسات حوارية يناقشها منتدى التعاون من أجل الأمن في العاصمة أبوظبي، إلى جانب إنشائها عدد من المنصات التي تجوب المعرض ليتعرف الزوار من خلالها على أحدث الأنظمة الذكية. من منتدى التعاون من أجل الأمن في العاصمة أبوظبي، أيمن مصبح، قناة الظفرة.